تقديرا لجهودها في خدمة الوطن والمواطنين، تم صباح اليوم تكريم سيدة البلاد الأولى هند ديبي تنو بأعلى وسام شرف لنادي الأسود الدولي. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. يأتي هذا التكريم تقديرا لجهودها الجبارة في الخدمات الإنسانية ومساعدة مختلف الطبقات الضعيفة في تشاد، بدءا باليتامى ومكافأة ختان البنات والزواج المبكر ومكافأة مرضى الناصور والسيدة والملاريا والأوبئة على حد سواء، ومساعدة جميع الطبقات الضعيفة وتنظيمها لعدد كبير من الأيام الدولية والوطنية. وهذا يتماشى أيضا مع أهداف نادي الأسود الدولي، ويعمل نادي الأسود وفقا لقوانين البلدان المنتشر فيها وتحت الإشراف المباشر للهيئة الإدارية التي تشرف على النشاط الطوئي والجمعية الأهلية في كل بلد، كما إن اجتماعاته مفتوحة للجميع، وتقوم الأندية بتنفيذ مشاريع خدمية تعالج التحديات الحالية مثل الأمية، الجوع، الفقر ومختلف الأمراض ونقص المياه النظيفة وتلوث البيئة، مع الحث على المحافظة على أعلى المستويات الأخلاقية في حياتهم المهنية. وفي العالم العربي تقوم الأندية بمشاركة المجتمع المحلي في همومه وفي معالجة مشاكله، ويقوم نادي الأسود الدولي بدعم المحتاجين لتعلم الحرف المختلفة أو إرشادات الطلاب في اختيار المهن والحرف اللازمة لمجتمعاتهم. وقبل بداية حفل التكريم قدم حاكم نادي الأسود الدولي السيد كيبا وادو إيفاريس كلمة ضافية شرح من خلالها لماذا نادي الأسود الدولي يكرم سيدة البلاد الأولى هند ديبي تنو بهذا الوسام ويمنحها شهادة تقدير عرفانا لما بذلته من جهود في خدمة الإنسانية. وقال إن هذا الوسام ينبأ من الروح الخالدة للسيد ميلفن جونسون مؤسس نادي الأسود الدولي، والذي ولد عام 1879، ويخلد هذا الوسام أيضا الصفات النبيلة للأسد وهي الحرية والزكاة والعطاء اللامحدود. كما شكر سيدة البلاد الأولى وجميع أعضاء نادي الأسود الدولي فرع تشاد. ومن جانبها قدمت سيدة البلاد الأولى هند ديبي تنو كلمة ضافية شكرت فيها حاكم نادي الأسود الدولي وكل أعضاء النادي بتشاد، وأضافت إن وسام ميلفن جونسون الذي حظيت به اليوم يعتبر تكليفا حول مهام جديدة على عاتقي، ويزيدني إصرارا على التمسك بمبادئي نحو العمل الإنساني ومساعدة الطبقات الضعيفة، ونحن نتوافق معا من أجل مساعدة الأطفال والمرأة واليتامى وكل الطبقات الضعيفة، وهدفنا هو خلق البسمة في وجوه كل المحتاجين. وفي نهاية الحفل أخذت سيدة البلاد الأولى هند ديبي تنو صورة تذكارية مع نادي الأسود الدولي فرع تشاد.